ثلاثة دي يا جماعة تبقى ب 150 جنيه، تحفة على 55 جنيه، فريشة يا جماعة ب 65 جنيه، كل ده ب 95، لانه يا جماعة ب 150 جنيه. القمر دي برضو ب 55 جنيه، السيلفر والاسود كل ده معانا على 110 يا جماعة، 150 جنيه زي ما انتم شايفين. اللبش بالعيد يا جماعة ب 55 جنيه، ده معانا ب 65 جنيه يا جماعة، كل ده معانا على 110 يا جماعة. شرابات الجيفليتا كعب عالي على 150 جنيه، ده طبي جلد طبيعي ب 135، ده على 95 جنيه، حريمي يا جماعة عامل معانا 95 جنيه على 150 جنيه، كل ده معانا على 125، شكله تحفه. كوتشيات العيد على سريعه في اللبس ب 110، ميلانو برده يا جماعه عامله معانا 150 جنيه، ده ب 135 جنيه، حلو. سنها اللي زي الخشب ده ب 95 جنيه، كل ده معانا على 185 جنيه، برده معانا على 125 جنيه، عامله معانا 100 جنيه، ميلانو من ده كوتش العيد ب 100، الجوردن الهاف ب 185 جنيه، ده صندل قمر كده على 125، خفيفه وحلوه يا جماعه على 165 جنيه، حاجه كعب قمر كده يا جماعه ب 95، حلو قوي. على 165 جنيه، كل ده معانا على 95 جنيه، بصوا الفلاتة دي ب 125. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد، ازيك يا محمد؟ النهارده عند الإخلاص. الإخلاص جاي ضيف عليهم أنت النهارده. أيوه. النهارده هنعرف كل ما يخص الحريمي والأطفال، بقى في شوزات وفي كوتشيات. أسعارنا بادئة من كام؟ أسعارنا بادئة من 55 جنيه. من 55 جنيه، تمام، هنبدأ مع بعض كده كوتشيات العيد الحريمي. عندنا هنا اسعار فلاتات، الفلاتات حاجه زي كده بتعمل 150 جنيه، الفلاته دي يا جماعه تبقى ب 150 جنيه، 150 الوان ومقاسات لحد 41 في الحريم، 41 في الحريم، تمام. كل ده حريم، ده اللي هو الكعب شويه عامل كام ده معايا؟ 150 جنيه، ده ميلانو يا جماعه ب 150 جنيه، حلو قوي ده، تمام، تسلم ايدك. ومعانا حاجه زي كده اللي هي بتلمع، الميلانو اللميع بقى يا جماعه بالوانه، وفي الاسود بتاعه كمان، اه 150، بصوا كده ده الميلانو يا جماعه اللي هو فيه لمعه، ده عايز بس الاضاءه اهو، ده ب 150 جنيه زي ما انتم شايفين، اللي هو الكعب العالي، الميلانو، تمام، ده 150 جنيه، اه يا جماعه اللي هو ده ب 150، ومعانا حاجه زي كده برده ب 150 جنيه، ده برده ب 150، حلو قوي دي، تمام، معانا عرض فلاته زي كده برده ب 150، دي كعبه برده، دي كعب عالي، بس موديل تاني، ده موديل تاني كعب عالي، عامله كام؟ ست الوان، كام دي معانا؟ دي معانا ب 150 جنيه، دي فلاته كعب عالي على 150 جنيه، تمام، بالوانها برده، بعد كل الوان، لاني شايفه في فوق البنك والوان تانية كتير، حوالي ست الوان، حوالي ست، وكافيه وبنك واورنج، الوان كتير، تمام، 150 جنيه، تسلم ايدك. معانا فاشون زي كده ب 150 جنيه، فاشون زي كده يا جماعه على 150 جنيه، حلو قوي. الاسعار دي قطعي الجمله وكميات، هيكون لها اسعار خاصه، ليها اسعار خاصه ان شاء تمام. الله، تمام، في فلاته زي كده برده، دي ميلانو برده يا جماعه عامله معانا 150 جنيه، 150 جنيه، حلو قوي، تسلم ايديك. معانا جوردن فور، جوردن فور 165 بالوانه برده، بالوان الجوردن فور ب 165 جنيه، بص الابيض بتاعه اهو، كل ده معانا جوردن فور ب 165 جنيه، 165. عندنا شحن من اول قد ايه؟ 6 ولا 5 من اول قطعه؟ طب تمام قوي، من اول قطعه باذن الله، تسلم ايديك. كان كنا بنشحن من 6 ومن 5، دلوقتي بقى بالقطعه، النهارده بالقطعه ان شاء الله. في الموديل ده برده عامل كام معانا؟ الموديل ده عامل 165 جنيه، ده معانا ب 165، ده جوردن فور؟ لا لا، ده جوردن العادي، ده جوردن عادي 165، ها؟ اه 165 جنيه، تسلم ايديك، تمام. وفي معانا حاجه زي كده بتعمل 185 جنيه، اه دي اعلى شويه، دي كاجوال، دي كاجوال عامله معانا كام؟ 185، 185، بصوا في منها الاسود، كل ده معانا على 185 جنيه، 185، حلو قوي دي برضه، موديل يعني في من الموديلات دي كلها، كل ده على 185 اللي انتم شايفينه ده، تمام. عندنا شحن بالقطع يا جماعه، الجوردن هاف بكام؟ 185، الجوردن الهاف ب 185 جنيه، حلو قوي، والاسود بتاعه كمان موجود، تسلم ايدك، اللون الابيض، اللون ده حلو قوي، قلنا 165، 185، 185 جوردن هاف ب 185، وفي الكتانات دي ب 165 جنيه، الرننج ده ب 165، الكتان ده يا جماعه ب 165، حلو قوي ده برضه، حلو قوي، على 165 جنيه، 165 جنيه، تسلم ايدك، تمام، وفي اديداس، في اشكال منها كتير، في منها اشكال كتير، كل ده على 165، 165 خفيفه وحلوه يا جماعه على 165 جنيه، 165، تسلم ايديك، تمام، كل الوانها، وفي منها بدل الموديل ده، يعني اي واحده من دول عامله معانا 165 جنيه يا جماعه بكل الوانها وموديلاتها، تسلم ايدك، تمام. في تاني معانا؟ معانا برضه شراب يعمل 110، الشراب بيبقى طري وحلو جدا، ده عامل معانا 110، شراب حريمي زي كده يا جماعه ب 110، خفيف وحلو، والصيف جاي تبقى الحاجات دي سريعه في اللبس ب 110، تسلم ايدك. الوان برضو منه، في جميع الالوان، كل ده معانا على 110 يا جماعه الشراب، لا واللون ده جديد قوي ده، بص اللون ده، اللون ده جديد، كل ده معانا على 110 يا جماعه الشرابات الجديده، تمام، تسلم ايدك. معانا جوردن اطفالي، جوردن الاطفال لحد المحيره، 50 جنيه لحد المحيره، بص كده معانا ده جوردن اطفالي يا جماعه ب 150 جنيه لحد المحيره، من كام لكام؟ من 32 ل 36، لحد 36، من 27 ل 31، والحريمي يا جماعه كله لحد مقاس 41. طب والفلاتات الحريمي دي كام؟ دي ب 125 جنيه، دي ب 125، بصوا الفلاته دي ب 125، واللي فوقها برده هي هي ولا ايه؟
هي 125 تمام. في تاني معايا في معانا اطفالي كامل اطفالي ده برضو اطفالي على 125 جنيه يا جماعه. حلو قوي. وهات لنا اللي في ايدك ده يا محمد لان ايدك عاليه مش باينه قوي. كل ده معانا على 125 جنيه كوتشيات العيد. ده حلو قوي ده. بص كده بعد اذنك يا محمد. ده كام ده؟ 125. ده برضو ب 125 كوتشيات العيد يا جماعه. 125 يعني اي كوتش اطفالي على 125 جنيه. 125 جنيه تمام. تسلم ايدك. حلو قوي. كمان البيبي اهو. البيبي ب 125 جنيه. 125 جنيه اتفضلوا. بصوا كده الجمال ده. ده مستورد. كل ده مستورد على 125 جنيه. تسلم ايديك. طب وده كام؟ ده ب 185. ليه بقى مش قلنا كله 125؟ لا ده ميلان. ده ميلان. ده عامل 100 كام؟ 185. 185 ده معانا على 185 وسعر المصنع تمام على 185 يا جماعه. حلو قوي. بصوا بموديلاته كل ده ب 185. اي حاجه ميلان ومن ده كوتش العيد ب 185. بصوا شكله تحفه. كوتشيات العيد على 185 جنيه. حلو قوي. تسلم ايديك. سوري يا محمد. في ايه تاني معانا؟ في معانا البناتي ده 65 جنيه بس. ده 65. 65 بس. ده معانا ب 65 جنيه يا جماعه. حلو قوي. 65 جنيه. بصوا الاسود بتاعه برده مقاسات موجوده. ده خفيف ريشه يا جماعه ب 65 جنيه. حلو جدا. الوانه كلها متاحه. شايفه الذهبي والبنك والقافيه والسيلفر والاسود. الوانه كلها متاحه. تمام نكمل مع بعض كده. الحريمي في الشبشب الحريمي ده كله كده ب 95 جنيه. اي موديل اي موديل حريمي ب 95 جنيه. ورينا كده. بصوا ده حريمي يا جماعه عامل معانا 95 جنيه. تمام. وده برده 95. 95 جنيه. بصوا شغل الاسترس ده 95 جنيه. تسلم ايدك. ورينا كده. بصوا حاجه كعب قمر كده يا جماعه ب 95 جنيه. 95 جنيه. قرب لنا يا محمد. بصوا النعل اللي زي الخشب ده ب 95 جنيه. في الموديل ده بألوانه لسه جديد. ده بألوانه بكام؟ 95 جنيه. كل ده ب 95. وريني الابيض ده كده. بصوا الجمال يا جماعه. كل ده معانا على 95 جنيه. حلو قوي. والاسود بتاعه موجود في تطريزه بتختلف برده شكلها. كل ده معانا على 95. حلو جدا ده برده. بصوا كده برده. كل ده معانا ب 95 جنيه. المقاسات لحد 41. بصوا الجيك كله كل ده ب 95. كل ده جديد. بصوا بالوانه ده تحفه ده برده على 95 جنيه. 95. بكل الوانه يا جماعه ب 95. 95. بصوا كده ايه الجمال ده. بصوا ده معناه حلو قوي ده. ده برده ب 95 جنيه تحفه ده. 95 جنيه. تسلم ايدك. تمام. وبرده الحاجات دي برده عرض 95 جنيه. ده برده 95. 95. كل ده معانا على 95 جنيه. السليبرات يا جماعه حلو قوي سواء بقى بصابع او الوش العريض كله على 95 جنيه. تسلم ايدك. تمام. في ايه تاني معانا؟ في معانا برضو الصندل. الصنادل. الصنادل دي كان معانا الصندل؟ 95 جنيه. الصندل برضو ب 95 جنيه. الصنادل الصيفي يا جماعه بالوانها على 95 جنيه. كل الوان كتير. الوانها كلها متاحه على 95 جنيه زي ما انتم شايفين. 95 جنيه. كل ده ب 95. طب ودي؟ وفي منها برضو على دي كام؟ دي 95 جنيه. الجمال ده. بص يا جماعه دي معانا على 95 جنيه. شوز كعب سواري ب 95 جنيه. حلو قوي ده برضو. دي برضو الفلاتات دي ب 95 برضو بكل الوانها يا جماعه. بصوا الوانها موجوده. كل ده على 95 جنيه. تسلم ايدك. تمام. في معانا شاموهات. في معانا شاموهات فلاته زي كده ب 100 جنيه بس. الشاموه دي يا جماعه الفلاته هتبقى عامله معانا 100 جنيه. خفيفه قوي قوي وتحسها بتتني في ايدك. أهي. مش مستحمله أهي. يعني بصوا أهي. حاجه كده والله العظيم تحفه. ورينا اللي في ايدك الجمال دي. ده دي مسترده. حلو قوي. كل ده معانا على 95 جنيه. في الجمل بالوان كله على 95 اهو. والجلد بتاعها كمان اهو يا جماعه. ده الجلد بتاعها على 95 جنيه. حاجه محترمه كده يا جماعه. حلو قوي. كل ده ب 95 جنيه زي ما انتم شايفين. 95 جنيه تمام. كله على 95. دي حاجه زي دي سوارهات 125. دي ب 125. بص دي سواريه عامله معانا 125 جنيه. حلو قوي دي برده. في حاجه زي كده ب 95 جنيه. سوري يا محمد. بصوا دي برده معانا ب 95 جنيه. حلو قوي دي برده يا جماعه. كلاسيك تحفه على 95. في الوانها والموديلات مختلفه كتير. بالوانها. بصوا اللون تاني برده اهو يا جماعه على 95 جنيه. في كذا موديل منها. تمام. بصوا الموديل ده كله ب 95 جنيه برده. بسوسته. حلو قوي ده برده. ده بسوسته اهو يا جماعه على 95 جنيه. شكله تحفه. حلو جدا ده برده. تسلم ايديك. موديلات مختلفه. في حاجه زي كده ب 125. ده ب 125. ده صندل قمر كده على 125 جنيه. تمام. تسلم ايديك. حلو جدا ده برده. لا وده برده حلو جديد. ده جديد معانا. ده ما شفناهوش ده. بصوا ده مختلف قوي يا جماعه. ده بكام برده؟ 125. ده برده معانا على 125 جنيه. شغل لوكس كله 125. تمام. 125 الالي والكعب العالي. دي الكعب العالي 125. 125 جنيه. كعب عالي خفيفه قوي قوي. نعل موريتاني. نعل موريتاني.
تمام كل ده معانا على 125 جنيه. حلو قوي تسلم ايديك. بالوانها وموديلات على 125. في منها المطرز برضه زي كده. المطرز 125. المطرز ده برضه يا جماعه ب 125 جنيه. 125 جنيه. تمام. والذهبي دي برضه. كل ده معانا على 125. بدرجات يا جماعه على 125 جنيه. كل ده ب 125. تمام تسلم ايدك. معانا شبشب رجالي جدا. شبشب رجالي. 35 جنيه. ب 135. سعر المصنع نفسه. بصوا كده الشبشب ده ب 135 جنيه. حلو قوي ده. اهو بصوا ده جلد طبيعي. طبي جلد طبيعي. طبي ده طبي جلد طبيعي ب 135. 135 حلو قوي قوي صح كده. حلو جدا. ده طبي جلد طبيعي على 135 الوان برضو. كان في ايه معانا 55 قلنا عليه. في معانا عرض هنا 55 جنيه. عايز اقول لهم ان العرض ده بيتجدد على طول. حريمي وبيتجدد على طول معانا. بيتجدد على طول يا جماعه. حاجات زي كده قلنا ب 55. 55 ده شبشب العيد يا جماعه ب 55 جنيه. بصوا الجزم دي كلها على 55. الفرنات اللي انتوا شايفينها بصوا صنادل اهي الاطفال قمر تنفع للعيد والله تحفه على 55 جنيه. لا وفي منها مقاسات. ده مقاس تاني. لا هو بقيته ده مقاس تاني ولا هو في كذا مقاس في العيد. في كذا مقاس. بصوا مكتوب عليه كام؟ 170 جنيه. تاخدوه انتوا ب 55 جنيه يعني. ده بالصدفه مسكناه كده واللميع ده كله على 55. بصوا البالارينا القمر دي برده ب 55 جنيه. شغل تحفه تسلم ايديك. تعبتك معايا محمد وشكرا جدا على الفيديو ده. النهارده كنا عند الاخلاص. العنوان بالتفصيل هينزل لكم الصور حالا. هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق. ما تنسوش لايك وشير واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي العنوان بقى وازاي نوصل مول البربري. احنا واقفين فين؟ هتنزلوا محطه مترو العتبه. احنا واقفين قدام سنترال العتبه واللي عملت عليه زوم ده جراج العتبه. ده السنترال على طول. بصوا زي ما انتم شايفين كده الشارع ده اللي بنخرج منه من محطة المترو شارع علي الكسار. يعني هتخرجوا من محطة مترو العتبة اتجاه شارع علي الكسار. هتخرجوا على طول من هنا هتلاقوا على طول مول صدناوي في وشكوا. وهتلاقوا كمان على يمينكوا ده سنترال العتبة. هنلف كده ندي ظهرنا على طول للسنترال هنلاقي الرويع في وشنا وكمان مول صدناوي. بصوا كده ده مول صدناوي عملت لكم عليه زوم. ده العنوان اللي هيوصلكم المول البربري. ناس كتير قالت مش عارفين نروح يا ام مكه وصوره لنا من بره. انا صورته لكم دلوقتي. هندخل في الشارع ده اسمه شارع الرويعي وكمان ده الشارع الخلفي لمول صدناوي. هنفضل مكملين فيه زي ما انتم شايفين كده. بصوا ده الباب الخلفي على شمالنا لمول صدناوي. هنكمل فيه زي ما انتم شايفين كده. هيقابلنا كمان الشركه بتاعه العربي للمعادن الحديثه. شركه العربي للمعادن الحديثه اللي هي دي. بصوا العربي للمعادن الحديثه. هنكمل بعدها كمان دي هتبقى على يمنا. ما عملت لكم زوم بس على علامات مميزه موجوده في الشارع. هنكمل تاني بعد العربي للمعادن الحديثه زي ما انتم شايفين كده. بصوا لسه شركه العربي. هنفضل لحد اخر شركه العربي للمعادن. وهنيجي هنا بقى يبقى فيه تقاطع. احنا هنحوت شمال على طول. يبقى يمين وشمال معانا. احنا هنحوت شمال هنلاقي مول البربري. ده مول البربري اللي عملنا منه الجوله النهارده. هنطلع معاكم للدور التاني علوي. الدور التاني علوي ده فيه مكاتب كتير صورنا منه. بصوا زي ما انتم شايفين كده. كده كنا طلعنا الدور التاني قصرت عليكم السلم يعني. هنلاقي مكتب التيسير كمان للكوتشي عملنا لكم منه جوله حلوه جدا. مش جوله هي جولات. هنلف على طول هنلاقي مكتب الاخلاص في وشنا. ده اللي عملنا منه الفيديو النهارده. يا رب يكون الجوله عجبتكم وما اكونش طولت عليكم. ما تنسونيش في اللايك واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.